بينما يقوم بران وديلان وميران بإعداد خطط لقضاء العطلة في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم، يعود حسن ويتخذ إجراءات لإيذاء الجميع. أولا يأخذ حسن فرة وجول كرهائن، ثم يريد الذهاب إلى القصر ومطالبة أزاد وقدرة بالمحاسبة. يجب على أزاد أن توقف حسن، وإلا فقد يقتل قدرة بك. أولئك الذين يفكرون مثلي. يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. يذهب فرات وجول إلى الطبيب ويشاهدان أول صورة بالموجات فوق الصوتية لطفلهما. ومع ذلك يخطط حسن لجعلهم ينامون عن طريق إعطائهم حقنة، الأمر الذي قد يتسبب في فقدان جول لطفلها. لقد وضع حسن خطة انتقامية راهنة ضد عائلة كرابي، يفكر في قتل قدرة، لكن أزاد تتدخل وتطلق النار على حسن حتى الموت. يصل إصرار أزاد على إيقاف حسن إلى ذروته، عندما يشكل حسن تهديدا كبيرا لأزاد. يتخذ أزاد إجراءات وتقوم بتحييد حسن بإطلاق النار عليه. في هذه الأثناء يدرك بران أن فرامل سيارته لم تعد تعمل مرة أخرى. فقدان السيطرة هذا يضعه على حافة خطر كبير. يفقد بران السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث خطير، ومع ذلك بحركة شجاعة في اللحظة الأخيرة منع سيارته من السقوط من الهاوية. لا تنسوا الاشتراك في القناة. أراكم في فيديو تحليل آخر.